أكثر من 35 بلد حول العالم، نحو 60 مدينة حتى الآن، قررت تلبية دعوة تحالف المنظمات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا من أجل مظاهرة عالمية كبرى يوم السبت 13 يناير كانون الثاني، وفي صبيحة الليلة 100 من العدوان، لأجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة. من أستراليا إلى أمريكا اللاتينية، مروراً بأفريقيا وأوروبا وآسيا، سيدني لبت نداء لندن، وتكاتفت باريس مع طوكيو، وعمان مع بغداد، وكوالالمبور مع كيب تاون ودبلن وأمستردام، وكوبنهاغن مع برازيليا، وشيكاغو مع دكا، وأثينا مع فيينا، ومدن أخرى كثيرة حول العالم، لأجل زهاء 23 ألف شهيد في غزة، وأكثر من ضعفهم من الجرحى والمصابين، فضلاً عن المفقودين والنازحين. تنتفض شعوب العالم الحر يوم السبت 13 يناير كانون الثاني لتقول كفى، آن الأوان لوقف العدوان ورفع الحصار وتقديم مجرمي الحرب للعدالة الدولية. وأنتم يا من تشاهدوننا الآن، هل ستشاركون؟